الهدف واضح والطريق ممهد والساعة تدق، لا مجال للتردد. كثيرون يتكلمون ونحن ننجز. على يمناه رجل لو تحط الشمس لهنيشان وتنشد، لو يصوبها من عزومه يصوبها، هنايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايفة بالعزة، ناصبها صناعة من معجزات تبين بلاده فخر مهاني، تنافسها الدول وينافسها النهضة ويغلبها تواكب غير سنينه ويسبقها بدون رهان. أنا جامل سنينه لو أقول إنه يواكبها عبر حد الزمن لين الزمن رد ونشد حيران، متى عقله لحد له يرسم الخطوة ويحسبها. رجل كن النهار اهداه من نور الفكر ضيان، إذا مر البلاد المظلمة تنور غياهبها، وإذا مر البلاد الضامية تكبر من العيدان كفوفه موج البحر وهالدنيا مراكبها. هذه دبي مدينة مفعمة بالنشاط والحركة، العمل فيها لا يتوقف لإنجاز مسيرة البناء والتنمية. وخلال الثلاثة عقود الماضية شهدت إمارة دبي تطورات اقتصادية جذرية، ونتيجة للتنمية المتسارعة في الإمارة وزيادة الضغط على شبكة الطرق لا سيما على المعابر التي تربط ضفتي خور دبي، عملت هيئة الطرق والمواصلات على زيادة عدد المعابر على الخور التي ارتفعت من 19 مساراً عند تأسيس الهيئة في نوفمبر 2005 إلى 48 مساراً من خلال تنفيذ مشروع معبر الخليج التجاري والجسر العائم وتوسعة جسر المكتوم وصولاً إلى إنجاز جسر الجرهود. ويتألف جسر الجرهود الجديد الذي نحتفل بتدشينه من 7 مسارات في كل اتجاه بطول 1.7 كيلومتر وبارتفاع 15 متراً فوق الجزء الأوسط من خور دبي، بحيث يسمح بحرية كاملة للحركة الملاحية على مدار الساعة دون الحاجة إلى تزويد الجسر بجزء متحرك للفتح والإغلاق. واستغرق العمل في هذا المشروع العملاق قرابة 24 شهراً ابتداءً من مرحلة التصميم وحتى بدء التشغيل. وتطلب العمل في جسر الجرهود الجديد إنشاء الضفاف الخاصة به وتطوير أعمال الطرق. وواجه المهندسون العاملون على المشروع 3 تحديات رئيسية. الأول هو العمل ضمن بيئة بحرية، الأمر الذي تطلب بناء الجسر بشكل مؤقت فوق منصات تحتوي على مستوعبات ضخمة مانعة لدخول المياه إليها. والثاني توفير خطين ملاحيين بحريين لتسهيل مرور السفن والمراكب في الخور. أما التحدي الثالث فكان تثبيت الدعائم التي تحمل الجسر البالغ ارتفاعه 12 متراً، حيث تم صب هذه الدعائم دفعة واحدة خلال 48 ساعة عبر اتباع طريقة متطورة لتفادي التشققات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. 24 شهراً من النشاط والحركة المستمرة انتهت بفضل جهود أكثر من 2000 شخص عملوا بروح الفريق وواصلوا العمل ليلاً ونهاراً للإيفاء بالوعد وإنجاز المشروع في الوقت المحدد له. ليست هذه سوى البداية، وما حققته هيئة الطرق والمواصلات خلال 2 سنين قليل من كثير سوف يتم إنجازه، ولا يقتصر على تحسين وتطوير شبكة الطرق بل يشمل أيضاً تطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من قطارات وترامات وحافلات ووسائل نقل بحري، وتطبيق سياسات محددة قادرة على تقليل الاعتماد شبه الكلي على المركبات الخاصة، وكذلك التوسع في تطبيق التقنيات المرورية لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لشبكة الطرق ونظام النقل وصولاً لتحقيق رؤيتها تنقل آمن وسهل للجميع. إننا ندرك أن ما أنجزناه يعتبر رياديا بكل المقاييس، وندرك أيضا
أننا ما زلنا في بداية الطريق وأن الطريق طويل، لكننا واثقون من سلامة الاتجاه.